بنطلع زي ما انت شايفين بهدوء، واضح انه في حاجة يعني لسه التاريخ ما اكتشفهاش، ان الفراعنة في الغالب كانوا بيركبوا ركب حديد، لان السلالم مش معقولة تعاملوا مع السلالم كأنها ولا حاجة. فاحنا طالعين معبد آمون زي ما قلت لكم. اللي انا فيه ده حديث شوية، يعني بقاله 700 800 900 سنة. انما المعبد مبني ما قبل الميلاد طبعا، يعني خش مثلا في القرن السابع قبل الميلاد. والمعبد هنا مش فكرة ان في معبد الاله امون بس، المعبد هنا ليه خصوصية في التاريخ كله. هنا في بير اللي كان بيجيب مية للمعبد وبيسمينها المياه المقدسة، بس طبعا هو جف خلاص فطلعت لا مقدسة ولا حاجة. وبعدين هنا ممنوع الدخول. وبعدين يا سيدي بقى، ليه بقى هنا في نبوءات كبيرة جدا؟ الإسكندر الأكبر، هذا الرجل الفز، هو ليه حكايات كتيرة، وكان وقتها الدنيا مختلفة خالص، وكان عنده زوجة وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وعنده حاجات ما اقدرش اقولها لكم في التلفزيون بصراحة. لكن هنا الفرس كانوا موجودين في مصر، والكهنة هنا قالوا ان قمبيز الحاكم الفارسي اللي موجود في مصر ده هيفلسع قريب، فالراجل اتجنن قال علي انا كده؟ طيب فانا ههد المعبد عليهم الكهنة دول. فحب يستولى على المنطقة كلها، فبعت جيش لقرطاجة اللي هي تونس، وبعت جيش للنوبة، وبعت جيش هنا. يقال ان في 50,000 30,000 زي ما يكون، بس رقم كبير جدا في وقته. والجيش هو جاي في السكة اختفى، لدرجة ان قعدوا سنوات طويلة وما زالوا بيدوروا على اي اثار. الجيش ده اكيد كان معاه سيوف، كان طبعا هياكل عظميه موجوده في حته، في حاجه. الجيش ده راح فين؟ من هنا خد المعبد شهره اكبر بكتير قوي، انه صح نبوءاته مظبوطه، لان الجيش دوت يقال في بعض الروايات ان كان فيه قمبيز شخصيا، وفي روايات بتقول ما كانش فيها. لكن بعد هذه الحكايه اللي موجوده في كتب التاريخ اختفى قمبيز واختفت القصة، وجاء عصر الإسكندر الأكبر اللي بقى بيحمل بقى ايه حكاية لطيفة جدا هنشوفها في المعبد. احنا بقى زي ما قلنا لكم طلعنا في الممر اللي هو الضلمة شوية، ده الممر ده اللي هو بتاع الجامع، ده المسجد اللي بناه المسلمين لما جم. ده مبني يعني قول مثلا سنة 1200 وشوية، في حين ان ده مبني سنة 600 في القرن السابع قبل الميلاد، يعني بنتكلم على تقريبا يعني 1800 سنة تقريبا ما بين البناء ده والبناء ده. ده مبني على الطريق السوي. وراه بقى اللي بعيد ده هناك، ده جبل الدكرور اللي احنا ان شاء الله هنروح هناك ونحكي لكم قصة عيد السياحة وما حدث في عيد السياحة من أقوال كتير جدا. وهنروح لجبل ده اللي بيتقابل فيه أهل سيوة في أكتوبر من كل سنة في الليالي القمرية، ويقعدوا يعيشوا مع بعض 3 أيام يطبخوا كلهم، وهنحكي الحكاية هناك. لكن هنا بقى في فوق حاجة اسمها جبل الموتى، وبعدين هذا هو المعبد بقى اللي كان فيه فترات من الزمن في ناس من أهل سيوة عايشين جواه بعد ما خلصت بقى قصة أمون والكلام ده. هنا في المعبد ده حصل حدث تاريخي مهم جدا مكتوب في كل كتب التاريخ المعتبرة، إن الإسكندر الأكبر بعد ما حصلت قصة قمبيز دي وبتاع وتأكد إن هنا في نبوءات وهو عايز يحكم العالم، فعايز يعرف بقى يا ترى هيقدر يجي يحكم العالم من هنا؟ هل هيلاقي نبوءة؟ هو مصدق ان ممكن يقولوا له حاجات،
فجي في رحلة شاقة جدا وتعرضوا لحاجات، لأنه جه في يناير فتعرضوا لرياح والعواصف والمشاكل كتير جدا، وفي بعض الحالات تصوروا ان هم مش هيخرجوا من العاصفة دي، لكن خرجوا بطريقة برضو غريبة. قال ايه؟ في عز الرياح والعواصف والجو اللي هو بقى بهدلة ده، راحت ظهرت طيور في السماء، قال لهم بس امشوا وراها. فمشوا ورا طيور فجم وصلوا سيوة بعد 8 ايام من المشقة في الصحراء دي، ودخل هنا في الحتة بقى اللي هي بيقولوا فيها بيجي الوحي، يقعد الكاهن الأعظم يخش جوه ويخرج يقول لهم بقى هيحصل كذا وهيحصل كذا والدنيا كذا. ودخل فعلا اسكندر لوحده قدس الأقداس وخرج وقد استمع إلى كلام وإلى أحداث وحكايات كتيرة هتحصل له، لكنه خرج مبسوط جدا منتشي قدام الكهنة قدام رجالته وبتاع. قال له إيه اللي حصل؟ قال لهم لا أنا مش هقول حاجة، بس خارج مبسوط، أنا بس خدت ثق إن أنا ابن الإله أمون، بس إيه مش هقول حاجة خالص إلا لأمي لما أروح مقدوني، لما أروح مقدوني أقابل أمي هقول لها إيه اللي حصل. ما راحش، ما وصلش، لأنه راح العراق وقعد، وبعد 8 سنين من مجيئه لسيوة مات الإسكندر الأكبر، فما راحش مقدونيا، وبالتالي ما عرفناش إيه اللي حصل، ما راحش شاف أمه، فما عرفناش إيه الحوار اللي دار بينه وبين ما عرفش مين. يعني في حاجة هنا غريبة شوية لطيفة، يعني إيه هي الحاجة اللطيفة دي؟ أقف بس في الشمس شوية طارق في الظل، قصدي إنه لقوا ممر سري، ورجال الآثار اللي هم عملوا شغل كبير جدا في الآثار سواء كانوا يعني من عندنا أو من بره ومن كل حتة، قالوا الممر دوت ملوش معنى، يعني كمكان في الأثر بيعملوا بيه إيه؟ إلا إذا كان بيخش الكاهن الأعظم والراجل التاني في قدس الأقداس كده وهو مش شايفه ويقول له كلام ويقول له كلام. الله 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 الله، دي عملية خداع. معرفش، تعال اسمعها من الأستاذ فتحي. اتفضل أستاذ فتحي. أستاذ فتحي بقى مدير الآثار هيقول لنا بقى قصة، هنا بقى هنا في حكاية وهنا في حكاية وهنا مفيش حكاية. احنا هنا ده يا أستاذ فتحي ده إيه ده؟ ده مقر أحد الكهنة مثلا. أوضة. دي غرفة من غرف المعبد. احنا ودي احنا المكان اللي احنا واقفين فيه ده صالة في منتصف المعبد. وهنا حضرتك ده بقى غرفة الصغيرة اللي حضرتك أشرت إليها، الممر السري. وبتؤدي بقى إلى ممر سري اللي هو بقى غالباً كان بيستخدموه الكهنة. الممر ده يودي إلى خلفية الأوضة، إلى خلف قدس الأقداس. تمام؟ اللي هو ده بقى، اللي هو بقى إيه ده؟ اللي هو أهم مكان في المعبد والمكان اللي بتتم فيه النبوءات. وإحنا علشان نتخيل حضرتك، علشان نتخيل المكان زمان كان عامل ايه، المكان كان مسقوف. مسقوف كان مسقوف. والمفروض ان في تمثال، نقوش بقى مذهبه وفي نقوش بقى. المكان طبعا فيه نقوش واثار نقوش لا زالت موجوده لغايه دلوقتي طبعا. وان كانت مش واضحه لكن احنا يعني نقدر نقول ان هي من خلال كتابات المؤرخين ومع الدراسه والتدقيق النقوش بتشير لحاكم مصر في ساعتها اللي هو الفرعون اللي بنى المعبد أحمس الثاني أو أمازيس، وراه عدد من الآلهة في أحد الجدران، وفي الجدار المقابل في حاكم سيوة المحلي وراه عدد من الآلهة، ودي حاجة فريدة مش موجودة في المعابد الثانية. إني حاكم كم سكنين ما فيش حاكم إقليم بيبقى في الجدار المقابل للفرعون وبنفس الحجم الحجم مصر. الفرعون الإله. الفرعون الإله يعني بيت يعني بيت أيوة. حاكم الإقليم المحلي دايما بيبقى يا وراء الفرعون أو تحت منه وبحجم أصغر، لكن إنه هو يبقى في الجدار المقابل ليه وبنفس الحجم يبدو إنه عنده قوة. إنه عنده قوة، عنده قوة بالضبط كده. في التوقيت ده حكام الأقاليم كانوا أقوياء، وخصوصا مع بعد المسافة. طيب. عن إسكندر بقى دخل هنا
لوحده زي ما انا قلت. دخل دخل هنا وقعد لوحده واختلى بالوحي. اه وبعد زي ما احنا قلنا بعد ما خرج ما قال لهمش بقى ايه الوحي امون وحي امون قال له ايه، لكن المؤرخين بيكلموا عن لكن الكهنه نصبوه ابن الاله. اه تم تتويجه يعني ابن الاله أمون. يعني هم اول ما خرج من قدس الاقداس نصب ابنا للاله امون، فمن حقه يحكم مش بس مصر العالم كله كله، فبقى حاكم مصر تمام. بالتنصيبه دي هو التتويج خد دي. هو خد الشرعيه لحكم مصر بصفته من سلاله الالهه بالاضافه بالاضافه للنبوءه اللي هي ان هو يعني اللي كان طالبها من ابيه امون ان هو عايز يعرف الفتوحات بتاعته هتوصل لغايه فين، وكمان هل ابيه امون انزل القصاص بقتله ابيه فيليب ولا لا. وطبعا من خلال خروجه سعيد من الوحي واضح انه خد الحاجه بس ما عرفناش اجابته. لا لا هو ما قالش، هو كتب رساله لوالدته في مقدونيا قال لها لما انا ارجع مقدونيا ابقى اقول لك احكي لك اللي حصل مع وحي امون في سيوه، لكن احنا عارفين ان هو ما رجعش مقدونيا ابدا لانه هو انطلق بقى في غزواته الاسيويه وتوفى بقى في بابل في العراق سنه 323 بعد ما جه هنا بثمان سنين. يعني هو جه هنا في العشرينات تقريبا دي اطلال او اثار بقى قصر الحاكم ده بقى يعني اللي في الجهه الغربيه من المعبد مباشره ملاصق ليه قصر بتاع حاكم سيوة اللي هو الحاكم المحلي لسيوة ولا زالت الاثار بتاعته او البقايا القصر لا زالت موجوده لغايه دلوقتي، ولو الكاميرا قربت معانا ممكن تجيبها تبقى واضحه. هم زمايلي هيصوروها طبعا. مش مسجل بقى فضل ده قصر الحاكم لغايه سنه كام؟ لغايه لا يعني زي ما حضرتك شايفه يعني ما فيش مثلا نقوش او حاجه زي كده، ما فيش غير الصالات بتاعته والغرف والجزء ده من الجدران. اه بس يعني واحد يعني بص المنظر هو ساكن فين. الواحه شكلها تحفه بقى. في هنا جبل الموتى من في مكان هنا ممكن نقدر نشوف منه جبل الموتى وكمان بعض المناظر الطبيعيه لواحد سيوة يعني. كويس يلا بينا. هنا بقى في ثلاث جبال قدامنا يا استاذ فتحي. ده بقى جبل الموتى، ده جبل الموتى، وده جبل جعفر، ودي جعفر مدينه شالي، ودي شالي او سيوة القديمه. سيوة القديمه ما احنا قلنا بقى التفاصيل الناس خلاص عرفت الحكايه دي. ايه بقى جبل الموتى ده؟ جبل الموتى عباره عن جبانه اثريه فيه مئات المقابر اللي يعني الجزء الأكبر منها لم يتم التنقيب عنه أو يعني كشف عنه حتى الآن. فيه أربع مقابر منقوشة وملونة، لكن بقية المقابر ترجع للعصر اليوناني الروماني. الجزء الأكبر منها لم يتم الكشف عنها لغاية ودي بقى البحيرات اللي هي الملحة. دي بقى بحيرات الملح، المكان اللي حالياً منجم الملح. وهنا كانوا ساكنين اهالي هنا. دي بيوت اطلال بيوت سيوية قديمه سابوها بعد ما حصل بقى المطره والعواصف خلاص بقى السيول ديت نزلوا ده. يعني سنه 26 كان في مطر شديد جه في سيوة، هو اللي نزلهم من شالي ونزلهم من هنا كمان. تمام. شكرا يا استاذ فتحي.